السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حصة رضوان التعليمية. النهاردة إن شاء الله موعدنا مع الفيديو رقم 4 في حل امتحانات الـ ICDA اللي في ويندوز 7 أو المديول الثاني. السؤال رقم 31: locate the file decision.docx in the، يعني حدد موقع هذا الملف اللي هو موجود في السي في الوركينج فايل في ملف اسمه ECDL test الموجود في ملف اسمه M2 and compress it وقم بضغطه الى compressed zip folder الى ملف مضغوط وسميه DEC zip في المكان اللي هو اللي هو في نفس المكان بتاعه. لو احنا لاحظنا هنلاقي نفس المسار ده هو نفس المسار ده، يعني في نفس المكان بتاعه. فنروح للمكان الموجود فيه الملف اللي هو في السي، هنضغط دبل كليك في على ايقونة ماي كمبيوتر، دبل كليك ونروح للسي واروح للوركينج فايلز، بروح للام 2 وبروح للملف اللي اسمه والفولدر اللي اسمه ECDL test بختار الملف بتاعي او الفايل بتاعي اللي اسمه decision اللي هو ده، بضغط عليه كليك يمين، بختار send to، بختار compressed zip folder الى ملف مضغوط، ارسال الى ملف مضغوط. وفي طبعا بختار او بكتب الاسم بتاعه اللي هو DEC zip بختار، وبكده بيكون تم حل السؤال. بضغط submit ثم بروح للسؤال رقم 32. طبعا السؤال رقم 32: display هيعرض the contents المحتويات بتاعت ال في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست فولدر، اللي اعرض محتويات هذا الفولدر في اعمدة showing تعرض في اعمدة تعرض name والسايز الاسم والمقاس او الحجم والتايب والنوع and date modified. طبعا كل هذه الخصائص بيتم عرضها في العرض details او التفاصيل. فانا بروح في هذا الفولدر الموجود في السي في الوركينج فايل في الام 2 وبضغط دبل كليك على ماي كمبيوتر، بروح للسي وبختار وركينج فايل، بختار ام 2، بختار الاي سي دي ال اي تيست، بيعرض هذا الفولدر ملف. لازم انا دلوقتي اعرض الملفات الموجودة فيه بطريقة عرض توفر لي كل هذه البيانات او هذه المعلومات. فبروح لطرق العرض هنا طريقة العرض وبختار طريقة العرض details او التفاصيل، هي اللي فيها هذه التفاصيل او فيها هذه المعلومات، وبختار submit اي قبول. بروح للسؤال رقم 33. السؤال رقم 33: capture a screen image، اي احصل على screen image صورة للشاشة، that show التي تعرض، only the window التي تعرض النافذة فقط، showing the name النافذة فقط التي تعرض name والسايز فايل تايب والسايز سايزز والفايل تايبس اند ديت موديفايد وتاريخ التعديل اوف ذا فايل للملف. فين الملف ده؟ في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، يعني هو عايز ياخد كابتشر او صوره التقط صوره لسكرين ايمج للنافذه فقط التي تعرض هذه للويندو دي بس. فاحنا عرفنا ان احنا عشان ناخد سكرين ايمج
بضغط على مفتاح برنت سكرين، ولكن عشان اخد ايمج او صورة للنافذة فقط بختار بضغط على الت وبرنت سكرين. فانا بروح للمسار ده اللي هو فيه الاي سي دي ال تيست ده، وبعرض طريقة العرض اللي فيها بتظهر كل هذه البيانات، وهي طبعا زي ما عرفنا طريقة عرض الديتيلز، وبضغط على الت وبرنت سكرين. فبروح بعمل دبل كليك على الكمبيوتر وبختار السي، بختار working files، بختار ملف اللي اسمه m2، بختار ال ecdltest، بتظهر الملفات الموجودة بداخله، واختار طريقة العرض اللي اسمها ايه details، تعرض لي الدنيا بالتفاصيل من name والديت موديفاي تاريخ التعديل والتايب والسايز. كل هذه البيانات يتم عرضها في طريقة العرض هذه. وبكده انا عايز اخد كابتشر سكرين ايمج، فبضغط على الت وبرنت سكرين من لوحة المفاتيح، بضغط على الت وبرنت سكرين، وبكده بيكون تم الاجابة على هذا السؤال. بروح للسؤال رقم 34، sort all the contents، يعني افرز او رتب كل المحتويات اللي في الملف اللي هو في السي، في الوركينج فايلز، في الام 2، في الاي سي دي ال تيست، باي ديت موديفايد بتاريخ التعديل، ان ذا ديسندنج اوردر تو ديسبلاي، لكي يعرض ذا موست ريسنتلي موديفايد نيويست فايل ات ذا توب، عشان يكون الاحدث او الاحدث في الاعلى او في التوب. طبعا انا هروح للفولدر ده او الملف ده في اللي هو في السي، في الوركينج فايلز، في الام 2، في اللي هو في اسمه اي سي دي ال تيست، وبعرضه وبختار طريقة عرض الموديفايد او ديت موديفايد او تاريخ التعديل، واضغط دبل كليك على كمبيوتر، دبل كليك واختاره، بختار سي، بختار working files m2، بختار الفولدر بتاعنا اللي هو ecdl test ده، وهنا بختار date modified عشان يتم عرض هذه الملفات الفرعية عن طريق date modified او تاريخ التعديل. كده بيكون تم حل السؤال. بختار submit بشوف السؤال رقم 35، sort all the files، يعني قم بفرز او ترتيب كل الملفات اللي في موجودة في ال ecdl test ده اللي موجود في السي، في الوركينج فايل، في الام 2 folder، by size بالحجم، in the disk descending order to display، لكي يعرض the largest الاكبر فايل، largest file الملفات الاكبر، at the top of the list. يبقى انا هقوم بفتح الفولدر ده وهقوم باختيار طريقة العرض اللي هي بالفرز بالسايز او المقاس. فاروح اعمل دبل كليك على ماي كمبيوتر وافتح السي واختار working files m2، اختار ملف اللي اسمه ecdl test، وهنا اقوم بعرض هذه الملفات او فرزها بالسايز، يتم عرض اللارجست او الاكبر من الملفات يكون في الاعلى في التوب، بختار submit يتم اعتماد الاجابة. السؤال رقم 36، بيقول use the search feature to search in the extracted folder ecdl test located in c working files m2 ecdl test including subfolders for a file named invoice. يعني قم باستخدام البحث لكي تقوم بالبحث عن محتويات في محتويات الملف اللي اسمه
او الفولدر اللي اسمه ECDL test الموجود في السي في الوركينج فايل في الام 2 في الاي سي دي ال تيست، ويقوم ب مشتملا الملفات الفرعيه اللي اسمها او اللي احنا هنبحث عن invoice، فاقوم بفتح هذا الملف اللي هو ايه فولدر اللي اسمه اي سي دي ال تيست الموجود في المسار ده، فبضغط على دبل كليك على ماي كمبيوتر، بختار السي، بختار الوركينج فايلز، بختار الام 2، بختار الاي سي دي ال تيست، وفي بختار في البحث، بختار في البحث هنا، بختار البحث وبكتب invoice، بكتب هذا الاسم وبضغط انتر عشان يتم البحث عن هذا الملف في الموجود داخل ملف اللي اسمه ايه اللي اسمه ECDL test، بضغط انتر وبكده بيكون تمت الاجابة على هذا السؤال. بروح للسؤال رقم 37. السؤال رقم 37 بيقول use the most suitable tools، استخدم كل الادوات المناسبة to search for all files، لكي تبحث عن كل الملفات that have a name beginning with the letters L و I، لكي تبحث عن الملفات التي تبدأ أسماؤها بالحروف L و I in the C، في الـ C في الـ working files في الـ M2 في الـ ECDL test. يعني أنت هتروح للمسار ده وهتروح للملف اللي اسمه ECDL test عشان ونشوف في فيه تبحث عن كل الملفات التي تبدأ أسماؤها بالحروف L و I، وبتبحث عن الفولدر الملفات والسب فولدر والملفات الفرعية. طبعا هنروح لهذا المسار عن طريق ضغط على دبل كليك على ماي كمبيوتر، وهضغط عليه وهروح للسي واختار working file والام 2 واختار الاي سي دي ال تيست، وهنا في هذا الفولدر هروح في السيرش وهكتب الحروف اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه ال واي ال واي، هكتب ال واي وهضغط انتر عشان يتم البحث عن كل الملفات التي تبدأ بحرف ال ال والاي، واضغط سبميت. نروح للسؤال رقم 38. Use the most suitable tools to search for all files that have a name beginning with the letters F و A in the C working file M2 ECDL test folder and sub. نفس الفكرة بتاعت السؤال السابق، هو انه بيعايزني ابحث عن استخدم الطرق المناسبة للبحث عن كل الملفات التي يحتوي أسماؤها على أو تبدأ أسماؤها بالحروف ال F وال A in the C working file M2 في ال ECL test، وابحث عن الفولدر والسب فولدر. فزي ما احنا عملنا في السؤال السابق، بضغط دبل كليك على أيقونة الكمبيوتر، بختار السي، بختار الوركينج فايلز والام 2، بختار الملف بتاعنا اللي اسمه ECDL test، وهنا في اضغط في البحث واكتب الاف والاي حروف الاف والاي وهضغط انتر، وهيتم البحث عن كل الملفات الموجودة في هذا الملف اللي اسمه ECDL test، كل الملفات والملفات الفرعية التي تبدأ اسمها بالحروف اف واي. بس واضغط بعد كده على سبميت. السؤال رقم 39 بيقول use the most suitable tools، هيستخدم الأدوات المناسبة to search for all files، لكي تبحث عن كل الملفات with the extension .rtf التي تنتهي بالامتداد .rtf in the C working file
working files M2 ECDL test folder and subfolder. سواء كان ملفات أو ملفات فرعية. يبقى أنا هروح الأول للملف اللي هو ECDL test وفيه هبحث عن كل الملفات التي تنتهي بهذا الامتداد اللي هو .rtf. فأنا هضغط على دبل كليك على ماي كمبيوتر وهضغط على C، اختار C واختار Working Files واختار M2 واختار ECDL Test، وهنا هبحث في البحث عن دوت واكتب دوت RTF دوت RTF، فيبحث لي عن كل الملفات التي تنتهي بهذا الامتداد اللي هو دوت RTF واضغط على Submit بعد واضغط Enter ثم اضغط على Submit او قبول. السؤال رقم 40 بيقول use the most suitable tools، استخدم الادوات المناسبة to search for all files and folders that are equal or smaller، اي تساوي او تقل عن than 10 كيلو بايت in the C working files M2 ECDL test folder and subfolder. وانا اروح للمسار ده واروح للفولدر ده اللي هو ECDL test وهعمل بحث فيها في المجلدات في الملفات الموجودة، هعمل بحث في الملفات الموجودة داخل هذا المجلد عن كل الملفات التي تساوي او تقل عن 10 كيلو بايت. فهروح اعمل دبل كليك على ماي كمبيوتر واروح للسي وهروح في الوركينج فايلز الام 2 في الاي سي دي ال تيست، وهنا في السيرش هعمل سيرش، اضغط في السيرش وهختار سايز بالحجم، اختار سايز، وفي السايز هنا هو اختار 10 to 10 كيلو بايت، اختار هذا الاختيار تساوي او تقل عن 10 كيلو بايت، وهختار يعني تنحصر بين الزيرو والتن كيلو بايت، واختار باك سبميت او بختار بضغط انتر، بضغط انتر بريس انتر عشان يتم البحث، بضغط سبميت عشان انتقل الى السؤال التالي، ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في الفيديوهات القادمة.